شاهد بالفيديو ولي العهد السعودي بن سلمان كيف يتحدث مع لاعبي المنتخب السعودي بعد فوزهم على المنتخب الأرجنتيني بهدفين لواحد. ولي العهد بن سلمان يهنئ اللاعبين والاتحاد والوزارة ويؤكد على أن المجموعة صعبة التي وجدوا فيها، كما يطلب من اللاعبين الحفاظ على لياقتهم والاستمتاع بالكورة واللعب بشكل مريح، وبأن القادم سيكون أحسن، ويحاول من خلاله كلمته الرقيقة إزالة الضغط من على نفوس اللاعبين السعوديين لكي لا يؤثر ذلك على أدائهم. وشيء مبروك التأهل، ودائما المنتخب واللعيبة والفريق القائم والوزارة والاتحاد يقومون بجهد لضمان التأهل، هذا أصبح شيء يعني لازم بالنسبة لنا كسعودية وكمنتخب سعودي. كان أعرف مجموعتنا صعبة هالسنة في كأس العالم، فما حد متوقع مننا حتى نتعادل أو نفوز، فاللي بيقوله لكم فقط خليكم مرتاحين، العبوا لعبكم واستمتعوا في البطولة. مجموعة صعبة فيها من أقوى فرق العالم، ما هو متوقع فوز أو تعادل، اللي نبغاه منكم تلعبون لعبكم المريح اللي يؤدي، وإن شاء الله القادم أفضل. فأنا ما أبغى أي أحد يكون تحت ضغط نفسي يمكن يأثر حتى على أدائكم الطبيعي. عبد العزيز الله يكون عمرك طعمك، انتم الاساس في الدعم كذا طعمك.